سيداتي سادتي، النعمة لكم والسلام بمعرفة ربنا. معنا هنا إحدى الطالبات، خلينا نسألها شو حصل عندكم بالصف؟ أنت أي صف؟ الصف العاشر. معلش ترفعي صوتك، تطلعي على الكاميرا. وكان عندكم درس في حصة التاريخ، عن إيش الدرس كان؟ شو يعني؟ شو بقول في ال انه كيف كانت الكنيسة من مرة، انه ايام البابا في القرن السابع عشر، وكيف اجى السادس عشر. ايوه كيف اجى الاصلاحيين وغيروها. اجى الاصلاحيين وغيروها، نعم. هذا اللي حبينا نفهمه من هاي الطالبة. كان في كمان طالبات غير مسيحيات، شو قالوا بهالمناسبة يعني؟ يعني ما احكي شيء، بس انا صار يطلعوا ببعض. يعني انه نعم، كان اولا اذا بحب اقول انه التاريخ، هي قدامي كتاب تاريخ الكنيسه. مع الاسف في مناهجنا، مناهج التربيه والتعليم في عدد كبير من البلاد العربيه ما فيها فلسطين، ولما بقول فلسطين يعني كل فلسطين في الوسط العربي، يعني من الجليل إلى النقب. أولا في إغفال، يعني عدم ذكر لأول 600 سنة من التاريخ المسيحي. كأننا نقفز من الفترة، يمكن تتذكر لما كنت صغار في الصفوف الابتدائية، بحكي عن الكنعانيين، الفينيقيين، الأشوريين، وبصرمين، وبعدين يقفز إلى القرن السابع الميلادي. في عنا هون فجوة 600 سنة، 630 سنة ما بيحكوش عنها بالمرة، سوى إنه المسيح ولد أو هاي المهد في بيت لحم. إذا أولا هذا إغفال كبير، كأنه هاي البلاد عمرها ما كانت مسيحية، مع إنه هي أساس المسيحية. يعني المسيحية ولدت هنا، لم تولد لا في روما ولا في البرازيل ولا في اسطنبول. هذا اولا. ثانيا بالنسبه لتاريخ الكنيسه، طبعا لما بحكي عن الكنيسه الكاثوليكيه، ما هو ما كانش في غيرها في اوروبا، وبالذات في اوروبا الغربيه كان في فقط الكنيسه الكاثوليكيه، معناه هذا اثبات لوجود. لما بقول لك كان في فساد في الكنيسه، يعني الفساد مش موجود في عقيدة الكنيسة، لأن عقيدة الكنيسة موجودة في الكتاب المقدس والتقليد. الفساد بيكون بعيدا منكم عند تصرفات بعض البشر، حتى بعض رجال الدين، ولكن هذا الفساد موجود في كل زمان وفي كل مكان وعند كل شعب. يعني زي ما بقول قديس بولس، الجميع خطئوا واحتاجوا إلى مجد الله، ولكن بالذات لما بقول الإصلاح، مش هيك بقول الإصلاح؟ أول شيء لما بقول الكنيسة كانت فاسدة، الكنيسة هي مش بس رجال الدين، الكنيسة هي كل الشعب. معناها هل كل الشعب المسيحي كان فاسد؟ طبعا كلام غلط وظلم وحكم إجمالي غلط. الكلمة بالعربي إصلاح برضو غلط. بحب أقول كمان لإخواننا الأرثوذكس، انه ما ينبسطوا لما في هجوم على الكنيسة الكاثوليكية، لانه حركات الاحتجاج على الكنيسة الكاثوليكية على يد مارتن لوثر وزفينجلي وكالفان وغيرهم، هي في الواقع ايضا ايش هي؟ رفض لعقائد الكنيسة الارثوذكسية نفسها. يعني الكنيسة الكاثوليكية والارثوذكسية العقائد مشتركة بينها، بس في سلطة الحبر الأعظم الروماني، يعني بابا روما، هي موضع خلاف وأكم من مسألة بسيطة. ولكن حركات الاحتجاج، خلينا نسميها بكل محبة الحركات البروتستانتية، هي أيضا احتجاج على عقائد الكنيسة الأرثوذكسية أيضا، ورفض للتقليد ورفض للمجامع المسكونية وإلى آخره. إذا كنت أقول كلمة إصلاح هي بحاجة إلى إصلاح، لأنه الكلمة الأصلية بالألماني هي ريفورماتسيون،
من اللاتيني ريفورماتيو، تلاحظوا كلمة فورم يعني الهيئة الشكل، إذا لا تعني إصلاح، ريفورميشن لا تعني، أو ريفورم بالفرنسي لا تعني إصلاح، تعني تغيير الهيئة، تغيير الشكل. إذا أكرر المرة الثالثة، كلمة إصلاح بحاجة إلى إصلاح. هل مارتن لوثر أو غيره، طبعا لاحظ في كتب التاريخ بقول لك إنه حاولوا يصلحوا الكنيسة، مش يصلحوا، يغيروا هيئتها، هاي الأشياء الخارجية اللي ما كانت تعجبهم. ولكن ماذا لا تقول كتب التاريخ؟ إنه هاي السنوات بالذات، هاي هذا القرن، يعني هدول المئة سنة اللي عاش فيهم مارتن لوثر في تاريخ الكنيسة بيسموا قرن القديسين، The Century of Saints. وهنا نقف ونكمل حديثنا لاحقا. شكرا. سيداتي سادتي، النعمة لكم والسلام باسم الأب والابن وروح القدس الإله الواحد آمين. في فيديو يوتيوب سابق تكلمنا عن الفساد الذي كان موجودا عند بعض رجال الدين في القرون الوسطى، وهذا الكلام في الواقع مضحك لأنه الفساد موجود مع الأسف في كل زمان ومكان، البشر نفسهم أو نفوسهم أمارة بالسوء كما يقول نص إسلامي معروف. عشان هيك يعني لما كتب التاريخ تشدد فقط على كنيسة معينة فمعناه انه في هدف في مخها يعني، او في مخ اللي كتبوا هاي الكتب. واكرر انه الهجوم او الاحتجاج على الكنيسة الكاثوليكية يشمل ايضا الكنيسة الارثوذكسية الشقيقة من ناحية العقائد، ولا اقول ولا اتطرق الى قضية التصرفات، فالكل خطئوا واحتاجوا إلى نعمة الله. الآن في عنا غلط، لنفرض أنه في غلط، في عنا غلط في التصرف. الغلط في التصرف كيف يعالج؟ لا يعالج الغلط في مؤسسة بالانشقاق عن هاي المؤسسة أو بتركها، بل يعالج في البقاء فيها. وهذا فعلا ما عمله عدد كبير من القديسين، اللي مش بس كانوا هم يعني لوحدهم كأفراد قديسين، بل أسسوا رهبنات وجمعيات ومؤسسات وجددوا أديرة وأبرشيات، لدرجة إنه القرن السادس عشر إلى السابع عشر في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية اللي كتب التاريخ المشوه أو الناقص تصفها بالفساد، هو قرن القديسين، The Century of Saints. بدي أعطيكم بعض الأمثلة. سنة 1515 القديس فيليبوس نيري في إيطاليا يؤسس 1575 جمعية المصلى. القديسة تريزيا الكبيرة، تريزيا الأفيلية، سنة 1545 جددت أديرة الكرمل. القديس كارلو بوروميو سنة 1538 جدد أبرشية ميلانو. القديس يوحنا للصليب أو يوحنا الصليبي 1542 برضو جدد أديرة الكرمل. بعدين القديس فرانسيس الثالثي، فرانسيس الثالثي كان أسقف جنيف 1567 وأسس راهبات الزيارة، رهبنة الزيارة مع القديسة جان دي شانتال 1572.
بيير دي بيرول جدد كارميل باريس، القديس منصور دي بول مؤسس رهبنة رهبات المحبة والأباء العازريين 1581، ولليوم نسمع عن جمعية مار منصور، وبعدين القديسة لويس دي مارينياك، جون جاك أوليه وعلم السيمينارات الكليريكيات سيمينار سان سولبيس، يعني كل هدول، غير طبعا شخصيات أخرى في إسبانيا مثلا زي القديس إغناطيوس دي لويولا، طبعا من أعظم قديسي القرون الوسطى القرن الثاني عشر الثالث عشر، القديس فرانسيس الأسيزي، يعني كل هدول مع الأسف كتب التاريخ تغفلهم، وزي ما بقولوا الإنجليز there is no bigger lie than a half truth، ما فيش كذبة أكثر من نصف الحقيقة، في كتب التاريخ يجب أن نقول كل الحقيقة، وشكرا لإصغائكم، شكرا.